أظن مفيش حد مننا يقدر يعيش من غير ميه. الميه نحتاجها في كل حاجة، أول حاجة إن احنا نشربها، وإن احنا نشرب ميه صالحة للشرب ده موضوع كبير قوي وبيكلف كتير قوي وليه إجراءات كتيرة قوي علشان تقدر تشرب من الميه. عندنا بعض من حبايبنا في بعض النجوع والكرة ما عندهمش في بيوتهم ميه، ما عندهمش ميه ينفع يشربوها ولا أصلا ميه داخلة البيت. فإحنا دايماً بنقول العمل الاجتماعي والعمل الخيري، وإن إحنا كلنا في الآخر نحس إن إحنا بيتنا بيت واحد، بيتك هو بيتي وبيتي هو بيتك، تلاجتي هي تلاجتك، الحنفية بتاعتي هي الحنفية بتاعتك. لو كلنا في الآخر قدرنا نوصل لده كلنا هنعيش حياة لطيفة جداً، هنبقى مرتاحين، حياة صحية كمان. في الحقيقة مؤسسة كريمة العلا شغلها الشاغل إنها توفر المية اللي الناس تقدر تشربها، وقدروا يمكن عملوا 250 في 250 مكان قدروا يعملوا مية أو يوصلوا مية صالحة للشرب للأماكن دي، والناس بتروح تاخد المية تستخدمها للشرب أو تستخدمها لأي حاجة هم عايزين. عملوا أكتر من 200 محطة مية. كلمة محطة مية انا بتخضني شويه، يعني الواحد متعود يعمل يسمع بير موتور يسحب ميه، لكن محطه ميه ومحطه ميه تبقى صالحه للشرب الموضوع ده كبير. هنتكلم عليه النهارده بالتفاصيل، بس خلونا كده نرحب في الاول باستاذ يحيى رستم رئيس مجلس اداره جمعيه كريمه العلا الخيريه. ازيك يا استاذ؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب بمناسبه المولد وانت وكل اسرتك وعيلتك الجميله. يمكن المره اللي فاتت احنا عملنا زي انترو لنشاط المؤسسه كريمه العلا، كل الحاجات اللي انتم بتعملوها، كل الحاجات اللي بتعملوها كلها اهم من بعض، بس زي ما بنقول دايما نقطه الميه دي حاجه مهمه جدا ان احنا الواحد يقدر يشرب ميه صالحه للشرب. بالظبط. فتعالى كده نتكلم النهارده بقى بالتفاصيل عن انتوا بتعملوا ثلاث حاجات منهم الميه والاطعام والاسقف. النهارده هنتكلم عن الميه بالتفاصيل. بالظبط. الميه وزي ما قلنا محطه الميه، اشرح لنا بس في الاول كده محطه الميه دي عباره عن ايه؟ محطة المياه دي بتبقى محطة بتخدم عزبة موجودة في منطقة، بتخدم حوالي من 1000 لـ10000 شخص، وبتطلع من 20000 لتر لـ40000 لتر مياه يومياً. يومياً. المحطة دي بتشتغل في اليوم حوالي 6 ساعات، بتبقى يوم في الأسبوع بتريح المواتير والكلام ده كله. زي صيانة بتقفل خالص، بيبقى يوم جمعة في الأغلب، بعد كده بتبدأ شغالة عادي جداً ويقدر الناس تشرب منها. أوكي. تشرب منها. انا عايز اتوقف عند كلمه تشرب منها. تمام. يمكن احنا ما بنسمع عن وصلات الميه او عن البير اللي بيتعمل او كده، كتير منهم بيبقى غير صالح للشرب، يعني الناس بتبقى عندها الوصله دي تستحمى تنظف البيت. بالزبط. الكلام ده، لكن ميه صالحه للشرب ده موضوع مختلف. بالظبط. ايه الحاجات اللي بتبقى موجوده في محطه الميه بتخلي الميه صالحه للشرب؟ اولا الميه دي المحطه دي بتبقى موجوده فيها فلاتر، الفلاتر دي بتقدر ان هي تنقي الميه، بتعملها عمليه تنقيه. بس مش فلاتر زي اللي عندنا في البيت. لا مش زي اللي عندنا، فلاتر كبيره جدا. الفلاتر دي بتقدر ان هي تنقي الميه، بيقدر ان الفرد ده بيقدر ان هو يشرب منها، بيبدا ان هو يشرب، احنا بنعمل لها صيانه دايما علشان يقدر يفضل يشرب منها. أوكي. الصيانه دي بتبقى في شهريه وفي نص سنويه وفي سنويه. اوكي. فهي تكلفتها في الاغلب مش في المحطه يعني يمكن تكلفتها عاليه شويه، بس التكلفه بقى انك انت تتابعها وتصينها دايما. اوكي. طيب احنا بنقول ميه صالحه للشرب، ممكن بعض العزب والنجوع دي يكون اصلا البيوت فيها ميه فيها بس مش صالحه للشرب. بالظبط. فهيروح المحطه اللي انت عاملها له علشان يشرب منها، وعنده ميه، ممكن يبقى عنده ميه في بيته او عنده مثلا وصله ميه وات ايفر، هيبقى ايه؟ لانها هتبقى ميه عكره في الغالب. هتبقى ميه ممكن ما يعرفش ان هو يشربها. بالظبط. فهو ممكن مثلا يتوضى منها، يغسل منها حاجه، الكلام ده كله. عايز بقى ميه يشربها، بياخد بقى الجيركن بتاعه وات ايفر ايه، بيروح المحطه وبيرجع تاني على البيت بس. اوكي. طيب حضرتك قبل ما نبتدي تصوير قلت لي انتوا عملتوا يمكن اكتر من 200 محطه ميه في اغلبيه محافظات. بالظبط. مصر. هو هم في الاغلب هم ثلاث اماكن، عملنا في الفيوم وعملنا في ثلاث اماكن، مش كل المحافظات. مش في كل المحافظات، ده ثلاث اماكن ولسه عايزين كمان. انت عايز توصل لكل المحافظات. عايز اوصل لكل المحافظات. بالظبط. فيوم وفين؟ الفيوم وكفر الشيخ والمنيا. اوكي. دول الثلاثه اللي احنا عملنا فيهم محطات ميه.
وكمان احنا يعني ما كملناهمش كلهم، يعني احنا شغالين فيهم بشده بس مش محتاجات، محتاج تبرعات، محتاج الناس تبقى بالزبط معاك بالزبط عشان تقدر تخلص محطات المياه دي. انت حضرتك عندك أسرع. مثلا القريه بيبقى فيها مثلا من حوالي من 30 ل 40 عزبه. انت مثلا المحطه دي بتكفي عزبه واحده. يعني كم فرد تقريبا اللي بتخدمهم؟ اللي بتخدمهم من 1000 ل 10000 على حسب حجم المحطه. يعني أوكي. المحطات احنا قلنا بتبدا من مثلا لو هتبدا من 140 لحد 200000، اللي هي 140000 دي بتخدم العدد الاقل، وبعد كده بيبدا يعلى العدد مع وسع المحطه. اوكي، بس ممكن 10000 شخص يستفيدوا من بالظبط 10000 شخص. المحطه لما بتيجوا تختاروا الموقع الخاص بيها برضه، عشان في ناس كبار ما يقدروش يشيلوا الجراكن والكلام ده، هل بتحاولوا تبقى قريبه من البيوت؟ ما هو احنا اوريدي احنا رحنا في النص عشان نبقى قريبين من الناس. أوكي. الناس دي كانت عشان تجيب ميه بتمشي وبتركب كذا كيلو. بتمشي كتير. صحيح. ان احنا عاملين لهم المحطه علشان تبقى قريبه منهم، يعني المسافه مش بتبقى كبيره. اوكي، لما المحطه دي بيبقى محتاجه ناس تشتغل فيها للصيانه وكده، هل بتعين من ولاد العزبه او من ولاد النجع او القريه؟ لا لا، انا بعين الناس اللي عندي. انا بيبقى عندي مثلا شركه، وفي ناس ساعات في مهندسين مثلا عندنا بيتبرعوا بده، بيقدر ان هو ينزل يعمل تشيك عليها. لو ما فيش بننزل احنا الناس بتاعتنا اللي عملت المحطه تبص دي محتاجه صيانه ولا لا، ويبداوا ساعتها يشتغلوا على المحطه. طيب تعرف كريمه العلا في مجال الميه، ونرجع نكمل كلامنا. هو الفيديو فيه كذا كذا حاجه، منهم الميه بالظبط. اوكي، هنشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه كله. يلا بينا. عايز اقول لكم الشغل اللي حضراتكم شايفينه ده اتعمل تقريبا في 60 يوم، شهرين بالكتير. قدرت في الحقيقه مؤسسه كريمه ده في شهرين، ما بالكم بقى كمان سنتين هيعملوا ايه، هنعرف دلوقتي. ومره ثانيه برحب استاذ يحيى رستم رئيس مجلس اداره جمعيه كريمه العلا الخيريه. التقرير او الفيديو اللي شفناه فيه الثلاث انشطه اللي حضراتكم بتعملوها بالظبط، الاطعام والاسقف والميه محطات الميه. تعال نفكر الناس بسرعه، الاطعام هو ايه والاسقف هو ايه، ونرجع نتكلم عن الميه مره تانية. تمام. الاطعام اللي هو الكراتين الاطعام، اللي هي سواء بتتوزع شهريه او بتتوزع كل رمضان او في العيد والكلام ده. عندنا الاسقف طبعا اللي هو تسقيف البيوت اللي ما عندها السقف، ما عندهاش الكلام ده كله، بنقدر ان احنا نسقف بيوتهم. وبالنسبه للميه اللي هي محطات الميه زي ما شفنا في الفيديو. اوكي، طيب
انت قلت لي الاسبوع ده في محطه ميه هتتعمل ان شاء الله. فين الاسبوع ده؟ اه بكره ان شاء الله. فين هتبقى؟ دي هتبقى موجوده في الفيوم. في الفيوم. دي رقم كام في الفيوم؟ لا ده احنا عملنا اوفرول، عملنا 10 في المنيا، وعملنا ال 240 متوزعين بقى على الفيوم وكفر الشيخ. اوكي. طب ما بقيه الناس الارقام على الشاشه عشان بقيه المحافظات هيزعلوا يعني. طب ما احنا بنحاول نخلص حاجه حاجه يعني. بنحاول ان احنا لما نمسك مثلا عزبه او بنمسك قريه لازم نخلصها كلها. عملنا وات ايفر مثلا، عملنا هي فيها مثلا 30 عزبه، عملنا 25 محطه ميه، بنحاول ان احنا نقفلها عشان ما نروحش الاتجاه ده تاني. دي واحده يعني. انت في خطتك ان انت بتخلص مكان عزبه كلها. بالظبط. لازم. مش هتعمل عزبتين ثلاثه وتسيب الباقي. بالظبط. اه انا بمسك مكان. دي وجهه نظر برضه تحترم. بالظبط. عشان ما اسيبش مكان يبقى ناقص او في اي عايز. فانت عايز تغطي يعني. فانت بقى ماشي بتعمل ماشي بالترتيب. بالظبط. عشان ايه؟ تغطي مساحات كبيره. بالظبط. ما تعملش هنا ثلاث اربع. اه فهمت. بالظبط. لازم امسك الحته كلها، اخلص القريه كلها يعني. مثلا فيها 40 عزبه، اخلص ال 40 اخش على القريه اللي بعدها، اخلص ال 20 وات ايفر يعني زي ما. طيب احنا معانا على الشاشه ارقام التليفونات وازاي تقدروا تتبرعوا في الفيسبوك الخاص بالجمعيه كريمه العلا، اكيد عشان يقدروا يوصلوا ميه صالحه للشرب لكل العزب دي هيحتاجوا ان يعملوا 2000 3000 محطه يعني. هنحتاج اكتر بكتير لو احنا بقى عايزين ننتشر. اكتر بكتير من 3000 محطه يعني. احنا لو هننتشر في كل المحافظات. طبعا محتاج اكتر من كده. طبعا. انا عملت 250 في 3 محافظات وما كملتهمش. فانت محتاج كميه. محتاج كميه مش طبيعيه علشان اقدر ان انا اخدم كل الناس اللي ما عندهاش ميه. اوكي. تشربها. طيب احنا النهارده اتكلمنا بالتفاصيل على الميه، اتكلمنا برضو على الكراتين، اتكلمنا على الاسود. لا احنا يعني انتوا الخطه بتاعتكم، البلان بتاعتكم للسنه اللي جايه ان انتوا تعملوا او توصلوا لكم محطة تقريبا؟ والله احنا نفسنا ان احنا نعمل، انت حضرتك قلت لي المرة اللي فاتت ان احنا نفسنا نعمل 200 كمان على ال 250. انا يعني نفسي اعمل يعني ممكن 100 كمان، بس هبقى مبسوط جدا ان احنا نقدر ان احنا نكمل مسيرتنا دي. الكمية انا نفسي اكمل كل المحافظات. اوكي. بس ان انا طبعا ان التكلفة بتبقى عالية شوية، فان احنا نعمل كم محافظه الفتره اللي جايه مفيش مشكله، 3-4 محافظات كمان هبقى مبسوط جدا طبعا. نتمنى ذلك. واحنا ايدينا على ايديكم مع الجمهور الجميل بتاعنا اللي مش في مصر بس، في مصر والوطن العربي، اللي يحب يتواصلوا مع المؤسسه ان احنا نقدر نعمل معاكم كم كبير قوي من المحطات. وانا كمان والله اتمنى ونفسي كل الناس تشاركنا في موضوع محطات المايه دي، لان دي فعلا من اكتر احتياجات البني ادم عامه، هو الاكل والشرب. صحيح. اشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. نورتنا وشرفتنا. ميرسي ليك. بشكر استاذ يحيى رستم رئيس مجلس اداره جمعيه كريمه العلا الخيريه على وجوده معانا النهارده، وهتشوفوه معانا كل اسبوع، وكل اسبوع هنقول اخبار عن المؤسسه وهم محتاجين ايه وازاي نقدر ندعمهم ونسندهم كده علشان يقدروا يعملوا محطات مية في كل المحافظات، في كل النجوع وفي كل العزب. أتمنى تكون اتبسطتوا عندنا النهاردة في 4 شارع شريف. نشوفكم بكرة في نفس ميعادنا. شكرا لكم. باي باي.